ولا اخوتنا. هم اللي يجوا يشوفوا، احنا اللي بنعاني. يجوا يسالونا اللي قاعدين على الكراسي بيقبضوا في المصاري، ما بيعانوا مع اولادنا ولا معانا. احنا اللي بنعاني، واولادنا اللي بيعانوا، واللي بنكتلوا اولادنا، واللي بتبهدلوا في ديون اولادنا. ما هم اللي قاعدين على الكراسي، احنا بدنا مسائل تيجي تتفضل هان وتسالنا شو بصير في اولادنا جوا. انا لما بشوفهم عابرين صرب على ابني، انا شو حالي في الدار؟ المؤبدات، انا اللي بدي يطلعهم، انا اللي بدي يطلعهم المؤبدات. لما ابني ماخذ مؤبدين، هذاك ماخذ ثلاثة، هذاك ماخذ أربعة، زي ما أنا أم، هن أميات وهن نسوان أسرة وأميات أسرة وخوات أسرة. أنا أربع سنين وهم مانعيني ما أشوف ابني، أربع سنين ما أسمع إخبار إلا من الأسرة، أودي له الأواعي ما يعبروهنش عليه. وين المسائل الكبار؟ وين حكومتنا أبو مازن؟ وين أبو مازن يشعر في أولادنا؟ يشعر في معاناتنا؟